بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. البشارة المفرحة، وكأنه ربنا أراد لي كل ما أتحدث وأخذ بركة معكم أعيش في حياة الفرح. الرسالة اللي اطمني جدا النهاردة اللي جت في أشعياء 40: لا تخف لأني أنا معك، لا تتلفت لأني أنا إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بردي. شكرا ليك، شكرا ليك يا رب. لا تخف إزاي؟ ده الخوف غريزة جوايا. هو يا رب مش أنت اللي حطيت الغريزة دي جوايا؟ أيوة، لكن الخوف اللي أنا بتكلم عنه مش واحد بيخاف من الضلمة، واحد بيخاف من القطة، واحد لا 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 خالص. الخوف اللي هنا اللي يساوي عدم الثقة. لا تخف، لا تخف. طب ويعني ما تسيبنا أخاف؟ خلي بالك، الخوف ده مشكلة كبيرة جدا. احنا متفقين ان إرادة ربنا في حياتنا لا تكن إلا فرحا. طيب تعالوا نبص لبعض كده، في واحد خايف فرحان، في واحد خايف قلبه فيه سلام. ده يا عين الخايف ده ما بيشوفش النوم، يقول لك ده مرعوب من الخوف. عشان كده الرسالة المفرحة النهاردة: لا تخف لأني أنا معك. لو ماسك ابن الصغير في إيدي واحدة بنعدي الشارع، لا هيخاف ولا هيبص يمين وشمال يشوف العربيات جاي منين. ليه؟ ماسك في ايد ابوه. امسك في ايد ابوك وتعلم ما تخافش، تعلم ما تخافش، لانه اللي معاك اكتر بكتير من الذين عليك. لما نبي الله قال لتلميذه جحزي، بيقول له الحق يا نبي الله، الجيوش جايه كتير هيموتونا، قال ما تخافش، اكشف يا رب عن عيني الفتى. وفجأة يبص يلاقي الملائكة محيطين بالجبال، يا كل دول معانا. بقول لك لا تخف لأني أنا معك، لا تتلفت لأني إلهك. أي حد فينا عايز إيه؟ أعنتك، حضضتك، أيدتك بيمين بري، يد الله القوية هي اللي شغالة معانا. خلي بالك، الخوف هيحرمك من سلامك، الخوف هيحرمك من حياة الفرح، وربنا عايزك تكون فرحان. وربنا قال أعطيكم سلام لا يستطيع أحد أن ينزعه منكم. اوعى تضيع سلامك وفرحك بخوفك. طيب أنا عندي حتة الخوف دي زايدة شوية، أعمل إيه؟ أقول لك يا حبيبي، شوية ثقة، شوية ثقة. شوف ربنا عمل إيه مع اللي قبل منك وتعلم. واحد زي أرميا خايف، قل له لا تخف لأني أنا معك. يجي أرميا قدام الجيش بتاعه، قل لهم ما تخافوش، أنا جاي لكم برسالة، ربنا قال لي قل للشعب لا تخف لأني أنا معكم. داوود الصغير ده اللي شاول وكل جيوشه بيحاربوه ويطردوه ويجروا وراه من هنا لهنا، ولا يهمك ولا يهمك يا داوود، عصاك وعكازك ومعزيانك، مين يقدر عليا طالما انا ماسك في ايد ابويا، انا ماسك في ايد ابويا. ما تخافش، خليك جريء في الحق. وهنا احط خط صغير، احيانا اللي بنفهمه احنا جراءه بيقودنا لخطيه كبيره قوي. واحد يقول لك انا ما بخافش، ده انا سامحوني في التعبير لانه مثل شائع، انا بقول للاعور انت اعور في عينك. مين طلب منك وقال لك ده اعور ولا مش اعور؟ هو اعور، لكن مين طلب منك؟ كونوا حكماء كالحيات ورابح النفوس حكيم. اوعى عدم الخوف يجرأك انك تدين او تغلط. عدم الخوف يعني الثقه في ربنا، الثقه في ربنا. انا واثق، انا واثق فيك يا رب، انا مش خايف، انا مش خايف. وكأنه
عايز يقول لك ابن ربنا انسان امين مع نفسه، انسان فرحان، انسان السلام مالي قلبه، ما بيخافش ولكن ماشي بخوف الله. وهنا الفرق بين الخوف العالمي والخوف الروحاني، لانه راس الحكمه هي مخافه الله. بخاف ربنا مش رعب من ربنا على قد ما هي تنفيذ لوصيته. وانا مش خايف يا رب، انت سمحتلي بتجربه بضيقه، انا مش خايف لانك انت معي. مش هدور على اله غيرك، مش هدور على معين غيرك، مش هتلفت يمين ولا يسار، لانك انت الهي وعندك ينبوع الحياه، انت مانح الفرح، انت مانح السلام، يديكوا كل سلام، يديكم كل فرح، ويفرح قلوبكم. لإلهنا كل مجد دائم من الآن وإلى الأبد، آمين.